ينضم معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي استاذ العلوم السياسيه. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. الرئاسات الثلاث اجتمعت بشكل موسع في المنطقه الخضراء في بغداد، كيف تقرا هذا الاجتماع وهل يمكن فعلا ان نغير في الواقع السياسي المتصارع هذا الواقع المرفوض في الشارع اصلا؟ حياك الله اخي العزيز، وحيا القناه وحيا المشاهدين الكرام. حياكم. انا اتوقع ان الاجتماع هذا ان حضر وان تم وان كرر قد لا يغير في الامر شيئا، وذلك لان الاجتماع لم يتناول حقيقه الامر ابتعاد او خلاص من تقاطعات الجهات المجتمع اساسا، فما بالك ان يغير اوسع من ذلك، وبالتالي لا اتوقع الاجتماع سيقدم شيئا نهائيا. نعم، الرئاسات الثلاث اكدت خلال الاجتماع بانها تريد اصلاح العمليه السياسيه في العراق. هل هذا يعني سؤال غير واضح؟ ممكن نكرر السؤال؟ الله يخليك. الرئاسات الثلاثة دكتور يعني أكدت خلال اجتماعها بأنها تريد إصلاح العملية السياسية في العراق، هل إصلاح العملية السياسية في العراق ممكن برأيك يعني؟ بالتأكيد هذا هو جيد من الطبيعي لهكذا اجتماعات وهكذا لقاءات، باعتبار أن هذه حاجة أصبحت ملحة، ولكن المشكلة نحن كمتابعين هل بمقدور هؤلاء ان يقدموا حلا حقيقيا يتجاوز الازمه؟ هذه المشكله الكبرى. الترتيبه التي خلف هؤلاء هي مذهبيه طائفيه، واحد. اثنين، الارتباطات الاقليميه ما زالت في الموقف. والشيء الثالث، التصاعد الذي يحصل الان في الساحه العراقيه هو خارج الاراده العراقيه وخارج قدره العراق على التفاعل، ولكن هم اوجدوا او ادركوا لابد ان يكون هناك حراك معين لكي يعطونا داله على ان هناك رغبه في تصحيح الحال، ولكن لا اتوقع الحياه تصحح. نعم، تهميش الاجتماع لممثلي الاقليات في العراق الى اي مدى يكشف ربما عن براغماتيه المجتمعين في المنطقه الخضراء وتعاملهم بوجهين مع الاقليات خصوصا الاقليه المسيحيه؟ بالتاكيد يعني ولو ان ما زال الصوت متقطع للاسف الشديد، ولكن هم دائما براغماتيين، هم دائما راعيين، هم دائما يحاولون ان يجعلوا كانما سلوك معين باتجاه التصحيح، ولكن قلما وجدنا سلوك حقيقي او ناتج حقيقي يمكن ان يرتقي الى الوعود التي يطلقونها. اذا هي ليست اكثر من ظهوره لهذه القوى ان تبدي كانها جاده في عملها، ولكن ادواتها ضعيفه، سلوكها ضعيف، ادراكها ايضا ضعيف، وبالتالي اتوقع انها هذه ستمضي اجتماع على اجتماع يمضي كحاله من بقيه الاجتماعات، سيغير في الامر شيئا. اليوم ما جرى في عن انشقاق عن ميليشيا بدر او تيار بدر، يعني بالحديث عن التهميش الى اي مدى يعني بيان انشقاق تيار بدر الوطني عن ميليشيا بدر او تاكيد التيار الوطني الجديد انهم لم يكونوا جزءا من ايران وبان هادي العامري يعمل ضد العراقيين؟ حقيقة الامر الشارع العراقي ادرك ان الحشد في غالبيته او هناك عناصر مؤثره او هناك بعض الشخصيات ارتباطها واضح تجاه ايران، وبدات هذه الارتباطات تقلل من شعبيه هؤلاء. واحد. اثنين، بدا هناك خلل حقيقي ما بين مرجعيه الفتوى الاساسيه التي انشات في الحشد والى مرجعيه السيستاني، وبين ما ذهب الى بعض الفصائل بانها تابعه الى مرجعيه ولايه الفقيه. هذه الخلافات وهذه الانطباعات تؤثر سلبا على تماسك هذه المجموعه، ثم ادراك البعض ذوي النفوس الضعيفه او ذوي المصالح الانيه في الحشد ان الاداره الامريكيه قد تكون جاده في سلوك معين حيال الحشد وحيال عناصر الحشد، وذلك قد هي عمليه اما تصحيحيه ايجابيه نرحب بها بشكل عام لكي تعطي للفتوى بعدها الوطني المطلوب الذي ذهب الى اجله صاحب الفتوى السيستاني، او ان قسم منهم قد يلجا الى هذه الايات لكي يضع له موقع قدمه في المرحله القادمه، ولكن نحن نبارك بالتاكيد اي صحوه تصحح طبيعه ارتباط العراقيين في الجهات الخارجيه. في غمار هذا المشهد المليء بالاستقطاب السياسي، تاكيد مؤسسه جلوبال الامريكيه ان العراقيين غير مقتنعين باداء الحكومه وناقمين على الحكومه. الى اين يقود هذا العراق؟ وهل نحن ربما امام بذور ثوره جياع من داخل محافظات جنوب ووسط العراق هذه المره؟
أنا أتوقع ذلك حقيقة، ليس أزمة الغيب، ولكن الجياع بدأ يتزايد عددهم، حلول في الغالبية ترقيعية ليست أساسية، الإدارة العراقية غير واعية حقيقة كيف أن تخرج بالبلاد مما هو عليه من يعاني. إدراك عام للشعب العراقي بات يدرك إلى أن الحكومة فعلا ليس لها علاقة بالعراق وليس لها قدرة على تصحيح حال العراق، وبالتالي يتوقع أن العراق السعودي ينمو أكثر ويعطي دالة أكثر على الفاعلية، وهذا هو متوقع بالنسبة لنا كمتابعين. نعم الأستاذ الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.